بدأ العد التنازلي وبدينا نستقبل شهر رمضان المبارك بإذن الله. الله يبلغنا وإياكم لا فاقدين ولا مفقودين. راح أسير معاكم اليوم شوربة مرة لذيذة، أبيكم كلكم في أول يوم أو ثاني يوم بالكثير تسوون هذه الشوربة، شوربة الجريش باللحم، سهلة سهلة سهلة، والأهم لذيذة 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 إلى ما لا نهاية لذيذة. بطل وصفة اليوم جهاز فيليبس، هذا الجهاز جديد من فيليبس اسمه All in One Cooker. فيه كل شيء كل شيء، تقدرين تقلين فيه، تقدرين تطبخين فيه ببطء، تقدرين تسوين فيه زبادي، تبسترين فيه، تقدرين تقلين فيه. قال لي طبعا مش عميق، قال لي سطحي اللي هو زي السوتيه. تقدرين اهم شيء تستخدمينه كقدر ضغط. راح استخدم اليوم انا فيه خاصيتين، خاصيه السوتيه اللي هو القلي السطحي وخاصيه الضغط. راح نسوي ألذ شوربه واسهل شوربه وسريعه. شايفين مكونات وصفتنا؟ مرة سهلة الموجودة قدامكم. عندي طبعا جريش، الجريش يختلف عن الهريس بنات، ونفسها تقدرين تسوينها بشوربة الشوفان، نفسها بس الفرق في الطبخ، وقت الطبخ. الجريش يحتاج وقت طبخ أكثر طبعا، فلذلك بحطه مع اللحم مرة واحدة بس. بنشوف الخطوات مع بعض. والبهارات المستخدمة، بهار اللحم استخدمت وكمون وفلفل أسود ومكعب مرق الدجاج اختياري، لما تبينه لا تحطينه. شوفوا بنات، تجي هذه القطعة مع الجهاز إذا حابة تستخدمينها للطهوك بعد على البخار، ترى مرة مناسبة، أو مندي أو غيره. شوفوا طريقة استخدامها بنات، راح نفتح الغطاء وراح أضيف زيت. هنا بنات عندنا الخيارات، نختار الشيء اللي نبيه. راح أختار السوتيه وراح اضغط علامة الصح، راح يشتغل. راح انتظر شوي يسخن وابدأ احط اللحم. لا تكثرين زيت لان اللحم حقي انا مدهن كثير وفي شحم. راح نضيف الان اللحم. ضروري اللحم ياخذ له صدمة، ضروري. ودي هنا انتم تشوفون ما شاء الله تبارك الله كيف التحمير، شايفين كيف انه يعني الحمس مره قوي. هذه اسمها الصدمه، علشان تطلع لك اللحمه، تبقى معاك اللحمه طريه. طبعا اللحمه زي ما قلت لكم مدهنه. راح اضيف يا بنات لبهارات الحب اللي هي عباره عن هيل وقرفه ولومي. اساسي اللومي مهم، اذا ما حطيتيه في شوربه الشوفان أو شوربة الجريش ما كانك سويتيه. وعندنا هنا معجون طماطم ضروري نحمسه. إلى الآن أنا في وضع القلي السطحي، القلي السطحي يعني القلي مو عميق. ريحة حمس المعجون مرة حلوة، أشوى إني أصور وقت فطر مو وقت رمضان. طيب راح أضيف طماطم، هنا ضربت في الخلاط طماطم وبصل وثوم، عرفتوا؟ طماطم وبصل وثوم ضربتهم في الخلاط وخليهم الحين يتسبكون يعني تقريبا أبو دقيقتين، عرفتوا بنات؟ هنا بنات بعد ما تسبك شفتوا ما شاء الله قوته، أنا حطيت هنا الجريش مغسول منقوع ساعة تقريبا، حطيت بهاراتي، بهار لحم، فلفل أسود، كمون أساسي، مكعب مرق الدجاج والملح، عرفتوا؟ ونخلط هذه المكونات كلها مع بعض، خلي بس كذا أبو دقيقة يتسبك وياخذ نكهة مرة حلوة. راح أضيف الآن الموية بنات، خليها زايدة مويتك. شوفوا بنات هنا حطيت الموية وحطيت كل شيء، بهاراتي وجريشي وكل شيء حطيته. راح نقفله. عشان تختارين خاصية الضغط تنتقلين بالأسهم لين تجيك. طبعا هنا عندك هذه الخاصية مكتوب عليها شف، هذه انت تحطين اعداداتك الخاصة. هذه خاصية الضغط، هذه تختارين الصح. طبعا تبين تختارين ايش هو، مثلا لحم بقري، غنم، دجاج، اللي ودك. خلينا نحطه هنا، تقريبا بياخذ له حول النص ساعة، مناسب يناسبني النص ساعة لأن اللحم حجمه كثير صغير. تضغطين علامة الصح، يقول لك قفلي الغطاء، الحين بقفله
طبعا من هنا واضغط. خلاص شوف طلعت هذه الخضرة، راح يبدا الان يضغط. تمام، نخليه يضغط ونروح نريح ونسوي لنا شغلة ثانية. خلص بنات وفك الضغط، لما فك البخار، لما يروح البخار كله تماما يصير آمن جدا انك تفتحينه. ما شاء الله تبارك الله، صارت شوربتنا جاهزة خلال نص ساعة. ألذ شوربة جريش صارت جاهزة. جبت مغرفة عشان تشوفون معاي بشكل أفضل، ريحتها تشهي. اختياري الآن تضيفين عصرة ليمونة، واختياري أيضا تضيفين شعيرية مكسرة. راح أضيف هنا الليمون بنات، هذا ليمون معتق. خلاص صارت شوربتك جاهزة، تعالوا نغرفها ونسوي لها أحلى جلسة تصوير. شوفوا خلال نص ساعة صارت شوربتي جاهزة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله ولا ألذ. يلا نغرفها. صدقوني هذه الشوربة بتكون ألذ شوربة في الحياة. تعال وائل ارفعها، وائل تعال ارفع الملعقة، خلي يشوفون متابعاتي. ارفعها ارفعها، شوفوا 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 القوام، يمي تشهي صح وائل؟ مره. ريحتها شلون؟ مره لذيذة الريحة، شكرا. يقول الريحة لذيذة، الريحة شهية والطعم لذيذ. يقول ما ادري كيف ارتبك مسكين، يقول ما ادري كيف قلت الريحة لذيذة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، ترى خلال نص ساعة شايفين كل شيء ذايب ذايب. يا سلام، عيشوا اللذاذة. عسى هذه بتسوينها في رمضان؟ اكيد ان شاء الله باذن الله، الله يبلغنا. عصرة الليمونة مرة حلوة، جيب لك ملعقة، روح جيب ملعقة وصحن. عصرة الليمونة، ولدي تشهوا مسكين من وهو يدخل وهو يقول الريحة الريحة حتى قبل ما يخلص. تراي ذقتها وانا اغرف، تعرفون لازم حصة تتذوق. طبعا هذه داخلها ليمون اسود، يعطي طعم لذاذة. لا يوقف، لذيذة يا جماعة. راح ولدي جاب له أقرب صحن، طبعا تعرفون وضعنا إحنا يعني ما يحتاج نقول، جاب له أقرب صحن عنده. عافية، خذ لك ليمون، حط عليه ليمون. بحط أكيد، عدوالي يعشق الليمون. يمي يمي يمي.